خلاص صافي طلقنا اللايف ديالنا دابا سي مولير، طلقنا اللايف ديالنا. الماتش ما بقى عليه والو، ماكش هاديك الخلعة سي مولير. علاش الماتش مربوحة ان شاء الله؟ ان شاء الله يا ربي. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، ومعنا الأخ منير عضو في رابطة مشجعين الرجاء البيضاوي، غيتكلم لنا على التوقعات ديالو الماتش. أولا السلام عليكم ومرحبا بك على قناة شوف تي في. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو التوقعات ديالك للماتش؟ أولا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، توقعات ديال المقابلة ان شاء الله غيكون الفوز الحليف المنتخب الوطني المغربي، لكن مع الحيطه والحذر، ما بغيناش يعني اللاعبين ديالنا يوقع لهم كما وقع للمنتخبات العربيه تونس ومصر والجزائر، لانهم استغفروا بالخصم وصغروا بالخصم كثير، هذا اللي خلى يعني المقابلات ديالهم تكون صعيبه. احنا خصنا ندخلوا واخدين الحيطه والحذر ديالنا ونلعبوا المقابله بالخطه اللي غير رسمها الكوتش السي وليد الركراكي، ونلعبوا يعني برزانه، ما يكونش تسرع، وان شاء الله يكون الانتصار حليف المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله في هذه المقابله. شنو توقع ديالك في التشكيله اللي غيقوم بها وليد الركراكي؟ التشكيله اللي غيدخل بها وليد الركراكي، واخا يعني الصحافه يعني ملي تاخد التشكيله تبقى يعني الراي الاول والاخير ديال المدرب سي وليد الركراكي، يقدر يفاجئك باي تغيير. اللاعبين اللي مشاو باش يمثلوا المنتخب الوطني المغربي والبلاد ديالنا يعني كلهم عازمين وعلى المسؤوليه اللي في العاتق ديالهم، واي لاعب غادي يكون غادي يدخل الملعب الا وغادي غادي يعطي كل ما في جهده ان شاء الله باش نحصلوا على نتيجه جد ايجابيه. المهم في هذه المقابله هو نحصلوا على 3 نقاط، لان 3 نقاط تعطيك يعني الاستمراريه في البحث على نتائج ايجابيه، وتخليك شيئا ما مرتاح وتلعب البطوله ديالك بداك الشيء اللي بغيتي وبداك الشيء اللي تمنيتي. يعني المقابله الاولى تتكون هي اصعب مباراه، لانها ما تعرفش شنو غيطرى فيها، يعني لعده اعتبارات. المنتخب التنزاني رغم بانني واجهناه ماشي مره ماشي جوج، ولكن في المنافسه الافريقيه غيبغي يبين بانه حتى هو منتخب لا يستهان به، فغيبغي يلعب الكل ما عنده ما يخسر، لانه تلعب معاه منتخب تلعب ضد منتخب اللي هو مجرب اللي بسمه جيده خصوصا في المونديال الاخير، يعني ما عندهمش ما يخسروا. هادشي علاش قلت بان المنتخب الوطني المغربي خصو يحتاط من هاد المساله هادي. توقعوا ديالك النتيجه ان شاء الله؟ هدفين لصفر او هدفين لواحد، المهم هو 3 نقاط تكون عندنا في اول مباراه ان شاء الله. المنتخب الوطني المغربي يعني عنده راس حربة اللي هو النصيري، كاين زياش، كاين حكيمي اللي تيغلو دائما في العمق وتيعطيو تمريرات بيناتهم، يعني بعض الخطرات تيشكلوا ثنائي. نتمنى يعني اي لاعب سجل فهو غادي يفرح يعني الجمهور المغربي وغادي يريح الاصدقاء ديالو. تبارك الله الكاس المنير ونشكروك. نشكرك واجب. مرحبا.